هاي واحدة من وسائل الراحة اللي هي الامينيتيز، انه انت بالسكن مالتك اكو جوه كافيات، اكو مطاعم، اكو بارات، اكو مكانات للتسوق، اكو مكانات صايرة على البحر. يعني هاي منطقة سكنية هنا تغطيها البحر، عندك مسبح في البيت وعندك بحر تنزل تسبح هنا ايضا، وعندك مكانات بيها جولف، ملاعب مال جولف سكنيه. يعني انت من البالكوني مالتك تباوع جوا راح تشوف دي يلعبون جولف، وتقدر تنزل تلعب وياهم، تقدر تتدرب. واكو مكانات بيها خيول، نادي مال الفروسيه، انت بنفس المجمع انت بيه تقدر تباوع عليهم، تقدر تنزل تتدرب، تقدر تركب الحصان، شنو تريده.